معايا نائبة محترمة وأستاذتنا الحقيقة العظيمة أمي الحبيبة الأستاذة فريدة الشوباش. أستاذة فريدة يا حبيبي، أول حاجة ألف مبروك، ربنا يكرمك. ومبروك علينا إنك رجعت تنور الشاشة تاني. لو سامح على صدري والله، وأنا بشكرك بقول قدام الناس كلها. كنت بتسألي عليا، تليفوني بطل يرن يا جماعة وهي كانت بترن عليا. حبيبي أنت أصيلة وبتقدمي نموذج، بتقدمي نموذج والله العظيم في كل حاجه. نفضل نستمتع بيك كده وتورينا وتنورنا ودايما بافكارك المحترمه حبيبتي والوطنيه والمستنيره. ربنا يكرمك يا رب، ما تحرمش منك، وميرسي لذوقك وميرسي لاتصالك. معايا طبعا الدكتور احمد مونس والدكتور احمد عبد الحي. طبعا بما اننا بنتكلم عن كورونا، انت عشت التجربه ازاي؟ الدكتور احمد مونس بيقول انه هي احنا الاسره رجعت لبعضها تتلم تاني، وانا بقوله في ناس ما كانوش يعرفوا بعض وبعد ما قعدوا يعني حصلت كوارث. انت شفتيها ازاي التجربه دي؟ انا شفتها ان انا كنت جاتلي كورونا ورحت المستشفى بين الحياه والموت. ما انا عارف. يا ربنا ما يعيدها. واللي انقذني الدكتور حسام حسني. موافق، حسام حسني الحقيقه يعني. اوكي. هي الفكره انه هذا هذه الجائحه او الوباء اللي جانا، انا بستخلص منه حاجه غريبه جدا يا محمد. بستخلص منه انه شوف انت الوحشيه بتاع البشر اللي راحوا يعملوا قنابل نوويه ممكن تدمر مش عارفه مليار في مره، وراحوا مش عارف يعملوا ايه. وبعدين جاله فيروس مش ممكن تشوفه الا بالمجهر. صحيح. يدوخهم كلهم. صحيح. ورعبهم كلهم. صحيح صحيح. يعني لو الناس حطت كل ده وكل اللي بيتصرف على اسلحه الدمار. صحيح. وعلى الترويع، لو حطوه يعني شوف انت النهارده كل اللي سلحوا بيه داعش ومثيلاتها. صحيح. اشاع الخراب في كل حته، وبعدين اتقلب عليهم دلوقتي. صحيح. يعني عايزه اقول انه انت كل ما تزرع خير بتلاقي خير. صحيح. وانا بيتهيألي ان مصر يعني خدت الموضوع بجديه شديده جدا. نعم. ووزيره الصحه عملت مجهود كبير، وكمان والحكومه الحقيقه برضو والله الدكتور مدبولي المؤتمرات بتاعته كلها كانت في منتهى الروعه. طبعا لا، دكتور مدبولي ده يعني فدائي انا رايي. يعني فعلا بحس ساعات انه فدائي لانه كل حاجه. طيب وفيها. عايز ارجع. عايز اقول. اتفضلي. عايز اقول انه التوعيه اللي قامت بيها ايضا وسائل الاعلام كانت مهمه جدا. عايزك معايا في يوم ضروري هنتفق يعني عليه، وانا بشكرك وببوسك وربنا يخليكي لينا يا رب. امي الحبيبه استاذه فريده الشوباشي.